السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام في حوار المساء. يهلك الطغاة وتبقى الشعوب في أوطانها، هي السنة المتداولة. فالمقتول في الطرقات هذه المرة هو علي عبد الله صالح، والمشهد يحكي واقع حكام مستبدين أداروا ظهورهم لشعوبهم التي نادت بالحرية واحترام الإنسان، لكنهم استكبروا واستبدوا ودمروا أوطانهم، كانوا جسرا لاستباحته من كل حدب وصوب. كادت أن تكون نهايتهم واحدة، وكادت أن تكون قبورهم تلكم الطرقات والشوارع عينها التي غابت عنها الشعوب التي قهرت وسحقت بالدبابات والصواريخ. أبت الشعوب إلا أن تستمر في ربيعها واثقة الخطى، وأبى الحكام إلا أن تكون نهايتهم واحدة، الربيع العربي وانحسار الثورة المضادة، هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة. تفضلوا بالبقاء معنا في مشاهدتها بعد هذا التقرير بإذن الله تعالى. هكذا أجبر على النهاية، وأي نهاية تلك التي ألحقته بالقذافي، والتي حملت فيها نفس المشاهد ونفس الصور المأساوية لرؤساء لطالما حملوا تلك الشعارات العروبية التي أوهموا بها شعوبهم وألبسوها لهم ظلما وبهتانا. هناك رجال وشخصيات بالقناصات، دقهم دقهم بالميتات، دقهم بكل أنواع الأسلحة، أحرقوهم. صالح اليوم بين فكي حلفائه بالأمس الذين استعان بهم في مواجهة شعب طالب بالتغيير والتصحيح، ها هو يلقى مصيره بعد أن أجبر على التنحي عام 2011، فلم يهنأ له بال وظل مهووسا بكرسيه 32 سنة. وأنا فهمتكم. ربيع انتفضت به الشعوب على أنظمة لطالما انتهجت منح التسلط والاستبداد، فخلعت من علي ومبارك، وقتل فيها القذافي وصالح، والباقي لا زال لم يتعظ بعد. ثورات طالبت بالتغيير وبناء الإنسان ونهضة الأمة لم تطلب سواها، فحققت الانتصار وهزمت الجبابرة، وبدأت الشعوب تعمر بلدانها وتسير خطوات نحو الديمقراطية والتطلعات المرجوة، انطلاقا من تونس إلى مصر، مرورا بليبيا واليمن، إلى أن جاءت رياح الثورة المضادة بقيادة دول خشيت على نفسها بأن تنال نصيبها من هذه الثورات، فسارعت بإفشالها وتحالفت مع العدو قبل الصديق، لا لشيء إلا لمحاولة وقف المد الثوري الذي لربما سيصل إلى معاقلهم. لم تستوعب الإمارات ولا السعودية الدرس بعد، فها هو حليفهم في اليمن قتل بيد أعدائهم الذين يوما ما وضعوا اليد باليد معهم، فبانت الساحة شاغرة لهم. صبح على مصر بجنيه، وها هي مصر السيسي التي أسهموا في خرابها بعد نيلها الحرية واختيارها لأول رئيس منتخب، أصبحت قاب قوسين من الانفجار الشعبي. أحداث متسارعة وواقع عربي قد يحمل في طياته الكثير،
فالأيام القادمة حبلى بأن تكشف لنا النقاب على ما هو قادم على المنطقة بأسرها. مجددا أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها بإذن الله تعالى حول الربيع العربي وانحسار الثورة المضادة في المشاهد التي نراها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع في هذه الليلة معي ضيفي عبر الاستوديو دكتور فتح الفضلي، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. وأيضا معي ضيفي الدكتور حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي المعارض في من اسطنبول، اهلا وسهلا بكما. بدايه الدكتور فتحي، اهلا، يعني في هذا الخبر الذي يعني انتشر في هذه الايام من مقتل علي عبد الله صالح احد رموز الطغمه الاولى من حكام العرب الذين قادوا الامه لهذا الانهيار ولهذا الفساد ولهذا السقوط ولهذا البقاء في ربما طرف الامم وفي حاشيتها، يموت بهذه الطريقة على نفس الطريقة التي مات بها معمر القذافي الطاغية الآخر من قبله، ألا يتعظ الناظرون؟ وماذا يمثل هذا المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة التناصح الموقرة على هذه الفرصة، وأحييك سيد عبد الرحمن وأحيي ضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. حقيقة لن يتعظوا، واضح جدا لن يتعظوا، يعني فرعون لما مات كان يعني يقود جيش كامل وقوة ونصب نفسه آلهة وخلاص في أوج قوته، يعني هو سقط وغرق يعني ومات وراح، لم يتعدوا، لم يتعدوا مع جميع الطغاة، قارون والنمرود وجميع من شاء بعده من طغاة من معمر من غيره ولا لا. لذلك هو يبدو لي مرض السلطة والتشبث بالسلطة. يعني عبد الله الصالح هذا يا أخي الكريم 33 سنة في السلطة وحاكم، ثم قامت عليك ثورة وأنجاك الله سبحانه وتعالى يعني من أن تكون ضحية لهذه الثورة، وسافرت لدولة أخرى طلبت اللجوء، وما زال متشبث بسلطة يعود ليستمر في هذا المشهد. الطغاة لا يتعظون، والله سبحانه وتعالى يختار لهم لحظات وأشكال معينة. دائما كنت نقول أنه لماذا لم يموت معمر في المحاولة الفلانية أو في المحاولة اللي بعدها أو في محاولة الاغتيال أو في محاولة الانقلاب؟ الله سبحانه وتعالى له حكم ومشهد يجهز فيه لكل طاغية. فيا أخي الكريم لن يتعظ للأسف الشديد، لن يعتبروا، لأن يبدو لي التعطش للسلطة والدموية والتكبر والتجبر أقوى من عقلية أخذ العبر والكلام. يعني ربما حتى ولو كان المشهد صادما بهذه الطريقة، يعني زعيما يستطيع البقاء 40 سنة وآخر 33 سنة ونيفا ثم يسقط بهذه في الشوارع، بهذه البساطة. أغلب هؤلاء الزعماء الذين يتشبثوا بالسلطة ماتوا مثل هذه الميتة أو هربوا، هرب كيف ما تهرب الأرانب، زين بن علي مثلا امتص دماء الشعب التونسي ولا عاش في الأرض فسادا، عاث في الأرض فسادا. وصل قبل أن يغادر أن الشرطي ينتزع الحجاب من سيدة متحجبة تمشي في الشارع، ينتزع، تجبر وطغوان وفساد سياسي وإداري ومالي، ثم في ثواني هرب كالأرنب تاركا شعبي وتاركا. هكذا حال الطغاة، جبناء لكن مظهرهم يا الله مظهر قوة وعظمة، ولكنهم. ثم هذه عبرة أخرى لعلنا نسينا منظر معمر، يا من نسيتم ذلك المنظر، الله سبحانه وتعالى أذكرنا بمنظر آخر يمشي لهم. دكتور حسن، ربما نحب أن نسمع منك تعليقا حول هذا المشهد بداية. والأمر الآخر، دولة الإمارات تعد من الدول التي قاومت الربيع العربي ربما نستطيع أن نقول بشراسة وبأشكال مختلفة، من أهمها الشكل المادي. يعني فكيف ترى لهذا المشهد وتعليقك ربما يعني لموقف الإمارات الآن بعد موت يعتبر أحد أياديها في الثورات المضادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر هذه الكريمة وأحييكم، أحيي الأخوة الثواع في ساحة العرب شرقا وغربا. نعم. ويجدر بنا أن نذكر بقوله عز وجل: قطع دابر القوم الذين ظلموا، الحمد لله رب العالمين. يجدر بنا أن نحمد الله عز وجل، وقع
قال المفسرون في هذه الآية قالوا هذا تعليم ومواضع نعم وهي دلالة وبشعار الثورية أن هناك فشلا ذريعا لكل عمليات التغيير محاولة إعادة إنتاج النظام العربي أو بقايا لنقول بقايا النظام العربي يعني في كل موقع. هناك إشكال في الصوت لا أدري إن كان بالإمكان هناك إشكال في الصوت أستاذ حسن لعلنا نحاول دكتور عفوا يعني أن نعدل هذا الإشكال حتى يتعدل هذا الإشكال دكتور فتحي. يعني لدينا الآن تجربة كما ذكرت أخرى أو مشهد آخر للتذكير. نعم. ألا يتعظ حفتر كاليد الأخرى في ليبيا؟ نعم. وهي اليد التي تمارس نفس اليد التي كان يمارسها ربما. نعم. علي عبد الله صالح. هو الفارق بين عبد الله صالح ومعمر أنهم قيادات يعني مبارك وبن علي كانوا رؤساء دول. هذا الذي أسميته خليفة ورسمه. نعم. هذا مازال يعني يسعى على جماجم أبناء الوطن ودماءهم ومدنهم وكذا لأن يكون مثلهم. هو أداة أولئك الذين قضوا أدوات كانوا في يد الخارج. هذا الرجل أداة في يد المخابرات المصرية والسعودية والإماراتية واضح جدا لهم أهداف. نعم. لهم طموحات معينة. هو أداة لكن أنا شخص نتعظ أنا مش رئيس ولا كذا وأنت ونتعظ سبحان الله المواطن الفطري العادي الإنسان لفطرة السليمة يتعظ ويخاف هؤلاء. نعم. الناس يا سيدي لا يرتعظ لا يروا إلا الكرسي لا يروا إلا السلطة والتشبه. السبب الرئيسي أعتقد والله أعلم الولوغ في الدماء الولوغ في الدم والفساد والقتل يخلي النفس تهاب ألا تكون في على رأس على هرم السلطة حتى يحمي نفسه تصبحت قضية شخصية في النهاية قضية أمنية لشخصه أحيانا. نعم. فالولوغ في الدم ولوغ في الظلم في الظلم يعني سبحان الله يجعل يتشبث ليعتقد أنه طالما أنه في مركز القوة لن يمسه أحد. مع ذا مع أن يعني شوفوا معمر وشوف غيره كانوا في أوج مجدهم وقوتهم وطغيانهم. نعم. يعني تصور رؤساء دول أوروبية تقبل في يد معمر وضع أكرمك الله رجلة في وجه بلير رئيس وزراء بريطانيا. نعم. ما باش يسلم على كونديسا رايس. الليبيين قبضة حديدية الأفارقة موطي عيونهم بالدولارات. الرجل خلاص قال لك أنا وصلت إلى. نعم. أعلى. نعم. أعلى مستويات يعني القوة. فجاء في تلك اللحظة جاء أمر الله سبحان الله. نعم. فلا يتعظ إلا لما ربك ينزل منه. نرجع مرة أخرى للدكتور حسن. دكتور حسن كنت قد سألتك قبل أن يحصل الإشكال في الصوت عن تعليقك عن المشهد الآن في اليمن وباعتبار أن الإمارات إحدى الدول الداعمة للثورات المضادة للربيع العربي بقوة سواء كانت بالمال أو بالرجال أمثال هذا الرجل الذي يعد يدا من أيادي الإمارات داخل اليمن. قلت بأن هذه بشرى للساحات يعني الثورية وهو مؤشر على فشل ذريع لكل عمليات التقطيع وإعادة إنتاج النظام وبقايا النظام العربي في الساحات المختلفة. نعم. هل الصوت جيد الآن؟ نعم نسمعك تفضل دكتور حسن. نعم. فسواء كان مبادرات دولية وبعوث الدولي في اليمن الذي كان أحد الأدوات الذي شرعنا للحوثي ولوصوله إلى ما وصل إليه أو المبادرات على المستوى الإقليمي وهي المبادرة الخليجية ثم عاصفة الحزب بعد ذلك الذي ثبت أنها لم تكن يوما لإنقاذ الشعب اليمني وإنما لتحقيق معارب النظام الدولي وعلى رأسه أمريكا هي تغطية النزاع وإدامته. أنا مطلوب من السعودية والإمارات على وجه الخصوص تدخلوا في اليمن وأن يديموا النزاع وأن يضمنوا المدى القصير علي عبد الله إلى الحكم أو ابنه يعني مجدد. فهذه يعني مبشرات التي يحصل في اليمن وينعكس على المكان مع النظام الإماراتي وتدخل. هذه بشرى سوء وندارة يعني سوء شديدة. خبر لا شك وقع الصاعقة على رأس النظام الإمارات وحتى على رأس النظام يعني السعودي وانعكس على عدم حضورهم للقمة الخليجية كان يريد أن يحضر الخليجية. نعم. وهو يتقبل هنا عبد الله صالح ودلالة على انتصارهم رضى الله عز وجل يعني غير ذلك. أيضا هذه بشرى أخرى هذا دلالة على نظام قزم
الإمارات. نعم. هذه قدراته وهذه إمكاناته. ولعل أيضا يعني ما حصل في اليمن من انقلاب وتواجه الحلفاء مع بعضهم البعض وهو علي عبد الله صالح والحوثي مبشر أيضا لانقلاب الحلفاء، سواء كان حفتر على حلفائه أو السيسي على حلفاء. نعم دكتور حسن، ماذا يمثل علي عبد الله صالح إذا كان يمثل الآن هو إشكال كبير لموته، إشكال كبير أو كارثة بالنسبة للنظام الإماراتي، ما هي علاقة عبد الله صالح الآن بالنظام السعودي؟ النظام السعودي كان نظام الإماراتي مرجعيتهم هي الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة قد ضعفت ضعفا شديدا في 15 أو 16 سنة الأخيرة، فآل أمرها إلى الاتفاق النووي، تقاسمت النفوذ مع إيران، فثمة مصالح عليا مشتركة تجمع واشنطن وطهران وتل أبيب، وما السعودي نظام السعودي والنظام الإماراتي إلا منفذين موظفين منفذين لهذه الاستراتيجية. استراتيجية الأمريكية تقصد؟ يعني الدور السعودي هو المحافظة على الشمال مفصولا عن اليمن الجنوبي، والإمارات تفصل الجنوب وتأخذه بعيدا، ويهيئ لإعادة إنتاج النظام السياسي في الشمال عبر ترقيعين، ترقيع يتمثل في علي عبد الله صالح وترقيع آخر يتمثل في الحوثي، كما يعني شهدنا هذه الأيام وهذه السويعات اعترافات بالحكومة السعودية في تصنيع الحوثي كما صنعت علي عبد الله صالح مقبل. نعم، ابقى معي دكتور حسن. الآن يظهر عاجل على قناة التناصح من تصريحات لترامب بإعلان القدس كعاصمة لإسرائيل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول بأنه سينقل السفارة إلى القدس. الآن نلاحظ أن الإمارات ودولة السعودية تشتغل لصالح المشروع الأمريكي، يعني أصبحت يعني بلاد الحرمين الشريفين تخدم مصلحة إسرائيل بامتياز ومصلحة أمريكا بدرجة الأولى. ما تعليقك حول هذا هذه الانتكاسة الفطرية، الانتكاسة نسميها ما نشاء نسميها، لكنها انتكاسة بكل معنى الانتكاسة في المفاهيم الحقيقية، في مفاهيم العروبة حتى والقومية، حتى هي يعني شيء مناقض الواقع الذي يحصل له. يعني حقيقة أنا كنت في فترة من الفترات أعتقد فعلا أن السعودية تداعم في القضايا العربية والإسلامية، لكن لم تكن يوما ما هكذا. السعودية عودتنا، خذ مثل الفقه على سبيل المثال. نعم. تربي أجيال لنصف قرن على الولاء والبراء، الولاء والبراء، الولاء والبراء، ماشي، وفجأة أجيب لك نصف مليون جندي من أنحاء العالم لتحطيم دولة أخرى عربية أو مسلمة في دقائق، يعني حتى ما تهيئش عقول الناس مرحليا. تصرخ على فلسطين 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 فلسطين، وفجأة تدير علاقات مع إسرائيل وتسمي لك حماس إرهابية، وهكذا عودتنا السعودية. يعني تطعن، تربي أجيال على قضية ما، ثم فجأة في ثواني تتغير. لم تكن يوم من الأيام تدعم، يعني كيف تدعم السعودية القضايا العربية والأمن القومي العربي وهي مشتركة في إرباك المشهد الليبي، يعني بإعلامها بفقها بكل ما تؤتي من القوة تحاول أن تربك المشهد، المتدخلة مع مصر والإمارات وفي في في إرباك مشهد لشعب عربي كيف مسلم، كيف بعضنا يعني بصرف النظر عرب ولا مش عرب، عندنا تبو، عندنا أمازيغ، عندنا كذا، لكن مسلمين، هذا الشعب مسلم تخش فيه كذا. الشعب اليمني دمرته تقتل فيه وتقصف فيه 24 ساعة حوثيين، أنت مؤام يمني، رجل يمني بني آدم مسلم يصلي ويدير، هذا حوثي بتقتل حوثيين العالم كله، بتقتل الشيعة كلهم، بيفرض الشيعة عندهم نفس الفكرة، بيقتلوا السنة كلهم. يعني هل ترضى بهذا؟ حتى في من الغباء السياسة السعودية الأخير يقول لك الصاروخ الذي انطلق ضرب الرياض جاء من إيران، باي وانت الطيارات اللي تضرب فيها ما جايتك من أمريكا وفرنسا وإيطاليا، وما شنو الفرق؟ ما فهمت. ولذلك أخي الكريم مواقفها دائما متناقضة، ولم تعد تخدع العالم الإسلامي كما كانت، يعني ممكن في أيام فيصل، في أيام بعض الملوك كانوا يلعبوا في اللعبة السياسية بهدوء، صعب جدا أن تستشعر أي لعبة سياسية ضد العرب أو ضد الإسلام. أما الآن فالأمر مكشوف مفتوح، ولم تعد الدولة التي تحتضن السنة أو تحتضن الإسلام. هم فرحانين بكلامي هذا على فكرة، هم يريدون أن يقولوا لترامب نحن لا نمثل السنة، نحن ما ناش إسلاميين، نحن ما عايش العرب. يعني حتى لو نمشي السعودية الآن ما يكلمني حد، بل ممكن يشكروني، يعني
لأن هم نفسهم يطبلوا يشوفونا يا ترامب انظر إلينا نحن أصبحنا يعني علمانيين وسنكون علمانيين في ثواني وتصوير مع النساء وقيادة السيارة وانظر شنو الأغاني والحفلات وما إليها. السعودية لم تكن يوما كان دائما مصالحها مستعدة تحطم إيران عشان مصلحتها تحطم العراق عشان هي العرش يبقى تعطي 480 مليار دولار لترامب عشان يبقى العرش السعودي وهكذا يعني كانت دائما دولة علمانية دائما السعودية من بدايتها. برأيك هل ستشهد الآن اليمن نعم هل ستشهد الآن اليمن استقرارا بعد وفاة أو بعد قتل والله علي عبد الله صالح؟ كريم إذا أخذ أعوان عبد الله صالح أخذوا نفس المأخذ اللي أخذوه أخواننا اللي مؤمنين بمعمر ومبادئ معمر ولا أن يضادوا الثورة بدل أن يضعوا أيديهم في أيدي الثورة ولا لا ونبني وطن معا نعيش فيه معا ولا لا سيحدث اضطراب بالتأكيد. أما إذا كانت القوة اللي مع عبد الله الصالح كانت أكثر ذكاء من إخواننا اللي يدعموا في معمر ولا لا ووضعوا أيديهم في أيدي من يريد أن يبني اليمن سيحدث الاستقرار والانتصار. احنا شن درنا في ليبيا شن صار لنا كل مجموعة أيد طرف عادت الطرف الثاني هذا خطأ استراتيجي كبير جدا جدا قمنا به معنا. نعم دكتور حسن يعني نشاهد السعودية وبعض من دول الخليج والإمارات تحاصر قطر تقريبا إلى هذه اللحظة تحاصر قطر وتقوم بمحاصرتها من جميع النواحي لكنها الآن لم تصدر بيانا يعني يتحدث عن ما قاله ترامب من تسليم القدس لإسرائيل وعزمه نقل سفارته إلى القدس. هذا أمر طبيعي جدا أستاذ الكريم يعني نحن للأسف غفلنا يعني وشغلتنا أحلام الوطنية والقطرية وأحلام القذافي والكتاب الأخضر وأحلام آل سعود وعبد الناصر إلى آخره حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. لكن لو استرجعنا المئة عام فإن القدس قد سقط ثلاث مرات هذه المرة الرابعة. المرة الأولى عام 1917 عندما دخله الجنرال الليمبي والمرة الثانية هنا كان لبداية النظام العربي وبداية تأسيس آل سعود وتأسيس عبد الله بن الحسين الأردني ومصر كان لهم دور كبير جدا في هذا السقوط. ثم 1948 وإعلان قيام الكيان الصهيوني ثم 1967 عندما تكمل دور عبد الناصر مع الملك فيصل في هذا السقوط وصولا إلى هذه اللحظة. نحن لا نكتشف جديد النظام العربي بشقيه الملكي والجمهوري لم يوضع على كراسيه ولا عرشه بعد أن جلس المشروع القيام الصهيوني أن جلس اليهود في بيت المقدس وسلموا بيد الصليبيين سلموا بيت المقدس حين تم الذي يحدث الآن من دعم وإصلاح الأمة بقضايا الهائية سواء كان موضوع قطر أو غيره هو يأتي في سياق طبيعي جدا. للأسف أننا انشغلنا عن نعم إذا انشغل الحكام وربما الحكومات هل ستنشغل أيضا الدول العربية عن مثل هكذا قرار؟ ربما نسمع منك الإجابة دكتور حسن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نواصل من بعده بإذن الله تعالى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن انحسار ثورات الربيع انحسار الثورات المضادة عن الربيع العربي. احنا لما بندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر احنا بندعم الاستقرار. الموقف الخاص لازال عندنا ضربات جوية متتالية وضربات مدفعية حقيقة ناجحة جدا في مدينة درنة. الجيش اللي بيمثل الشعب الليبي في مجابهة العناصر المتطرفة. وبذلك تنفي القيادة العامة قياما أي من طائراتها
بغارة جوية في تلك المنطقة ساعة وقوع العمل الإرهابي. حقيقة ناجحة جدا في مدينة درنا. يا حسن يا جبل ودرنا في الميدان، يا حسن يا جبل ودرنا في الميدان. في حالة طلب الحكومة لمزيد من الجهود ومزيد من الإجراءات نقدر نلبي هذه المطالب. عودة لكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الربيع العربي وانحسار الثورات المضادة، خاصة بعد مقتل علي عبد الله صالح من قبل حلفائه في الثورة المضادة وهم الحوثيين في الشارع بهذه الطريقة التي شابهت في الصورة وفي المعنى وفي المضمون ما حصل لطاغية هذا الوطن معمر القذافي. دكتور فتحي، يعني ربما بما أن الدكتور حسن الآن أكد لنا أن هؤلاء عبارة عن بيادق تشتغل لأمريكا الآن ولن يعترضوا إن سلمت القدس لإسرائيل أو حتى إن قمت بمسح هذه القدس على الإطلاق. نعم على الإطلاق أستاذي الكريم. لماذا إذن يسخرون كل مجهوداتهم الإعلامية الآن ويقولون، وخاصة البارح يعني سمعنا حتى تسجيل صوتي يقولون أنه بنت علي عبد الله صالح تتحدث وتقول بأنها أبوها جعل اليمن في الرخاء وفي الأمن وفي الأمان وغيره بهذه الصرخات، يعني نعم. هل فعلا هذا ما كانوا يقومون به؟ بالتأكيد لا سيدي الكريم، هؤلاء الطغمة يعني يعتقد أن الشعوب العربية شيء قطيع وحكم بالإعلام زي هذا الراجل شو اسمه هذا السيسي ولا اسمه يقول لك الجيش الوطني الذي يمثل الليبيين. تشتخرك أنت ما عندكش مصر غير تبلك من بلادك أنت، يعني تدخل سافر واستخدام يعني نظرة دونية للشعوب العربية. انظر على سبيل المثال تعريجة أخرى على موضوع الفتاوى والسعودية ولا لا؟ يعني كلما تغيرت قناعات الحكام تتغير قناعات بعض العلماء. أنا عندي احترام كبير لبعض العلماء، سعدي بن باز الله يرحمه عرب وشيوخ التعميم طبعا خطأ، لكن للأسف الشديد يعذرون أخواننا السعوديين العلماء السعوديين الشرفاء الآن يعذرون كليبيين إذا ما تتبعناش فتاويكم، لأن احنا نتبعوا في فتاويكم فجأة ترموا فينا من علن في دقيقتين في ثواني، قيادة السيارة مش عارف حماس إرهابي مش إرهابية، القدس العلمانية وماذا تعني العلمانية وماذا تعني العلمانية، وهكذا دوختونا يعني نتبعوا فيكم وفجأة ترخوا فينا. ولذلك حان الوقت أن كل إنسان عنده علماء في بلاده ولا لا يتبعهم إن كانوا على حق. بالتأكيد نعتقد الخير في علماء كل دولة تعتقد الخير في علمائها. نعم. ليش؟ لماذا يعني بكل بساطة تتغير قناعات الملك دون أن يعني دون أن يعتذر لشعبه عما سبق من قرارات أو من فتاوى ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ينظروا للشعوب نظرة دونية، ينظروا إلى الشعوب نظرة دونية. هذه السيدة بنت عبد الله الصالح وين كانت عايشة؟ بالتأكيد في قصور وبذخ وترف، والله ما يدروا على العالم اليمني مسكين وين رايح. كذلك حتى حدثت لي أبناء معمر زمان يعني كانوا عايشين في عز ما يحسوش بيك وبيه وبالألام وبالفقر وبالمعاناة اللي حس بيها الشعوب. مبارك وأبناء زين العابدين يا راجل طلع في الطيارة ذهب عنده ذهب بيسد نص تونس سرقاته وليته وهو ولا لا، وما يبيش وما زال ما بيش يركب في الطيارة. يروى وتواتر بقوة أن في واحد وراه يدف فيه دف في الطيارة باش يقنع بأنه غادر تونس، شايل أموال الأخوة التونسيين يا أخي، شقاء العمال وشقاء الشعب لا يحس بنا. ذكرني بالأنطوانيت إن كان صدقت القصة بتاعت فرنسا هذه اللي طلعت من روشن ولا قالت خير الشعب الفرنسي ثائر يقولها يبحث عن الخبز، قالت بخير ما يأكلش جاتو ليش ما يأخذ كيكة كما لقاش خبزة. هذا ما عندهمش المعاناة، ما يحسوش بالألام بمعاناة الشعوب، ما يحسش بتحس بي أنت، ما يحسش بما يحس به أطفالنا العجز الضعفاء الفقراء المواطنين العاديين لا يستشعر به. ولذلك بنت أو ابن معمر أو أبناء القادة الآخرين ولا يعني بالتأكيد يعني بالتأكيد بيدافعوا على لأنهم لم يحسوا ولم يستشعروا بدل أن يعتذروا.
بدل أن يعتذروا. يا سيدي أنت كنت عايش في بضخ وفي طرف، وأنت يا مواطن يا ليبيا اللي تأيد في معمر على سبيل المثال ولم يؤذيك معمر حتى ثانية، والحمد لله أنا شخصيا أسجد لله شاكرا لكل مواطن لم يؤذى في أحد معمر، حتى كان مأيد معمر ولا مش مأيد، أنا فرحان لك أنك أنت لا تؤذى، لكن احترمني، أنا أذيت، أريد أن أحارب ذلك النظام. ناس أذيت في أرواح يا راجل، فقدوا أموال وأرواح ومنفى، قصر وسجون وتعذيب وقتل، ولا بعدين أنا نبي نجي ضد ذلك النظام. أنت الذي لم تؤذى من ذلك النظام يا أخي خليك تراجع، مش هم يقولون مش قولي والله أنا كنت عايش، أنا كنت ما شاء الله علي، أنا ما صار لي شيء، أنا كنت في بحبوحة. باهي الحمد لله، أنا أشكر الله أنك أنت كنت في بحبوحة، ولا لا دعني معنويا في أن أخذ المظالم يا أخي، أخذ حقوقي، أنا مظلوم، أنا إنسان. هم يقولون بأنك عندما أردت أن تأخذ حقك أذيتهم. لا يا سيدي الكريم، الحق يعني لما نأخذ حقي بالعكس يعني يحصل توازن في المجتمع، تحصل رد المظالم ورد الحقوق، بالعكس هذا وين يحدث الاستقرار. يعني ماذا تحاربني يا أخي؟ وراجل مثلا أخ فقد ابنه شنق على سبيل المثال، يريد أن يحارب ذلك النظام، يطالب بحقوقه، يطالب برد المظالم. أنت شو مدخلك؟ أنت ما صار لك شيء، ما شاء الله عليك عايش ومبحبح ولا لا، وكنت مأيد معمر وما صار لك شيء، الحمد لله، الحمد لله على الأقل في أسر لم تؤذى، أنا فرحان لك. فأنت لا تفرح ليش أني نحارب النظام، لكن دعني يا أخي الكريم أطالب بحقوقي. هذا يعني أبناء الأمراء وأبناء الملوك يا سيدي الكريم وأبناء هؤلاء القادة للأسف الشديد لا يشعروا، لا يستشعروا ما تشعر به الشعوب من ظلم ومعاناة سببها أبائهم، سببها أولئك القادة. نعم. دعنا دكتور فتحي نسمع للدكتور حسن، عاد إلينا من جديد. دكتور حسن، يعني هذه المشاهد الآن التي نتابعها في يعني في الدول التي تقاوم الربيع العربي بهذه الشراسة، يعني برأيك هل استطاعوا فعلا أن يحققوا هدفهم، وهي أن لا تنشب في أوطانهم وفي دولهم ثورات تعبر عن حقيقة الشعوب ويخرج فيها يعني حكام من وسط هذه الشعوب، أم أنها فقط مرحلة زمن استطاعوا تأخير هذه الثورات لكنهم لن يستطيعوا إخماد هذه الظاهرة من داخل شعوبهم؟ أحد الإشكالات الكبرى التي نتعامل بها مع واقع الشعوب سواء كانت العربية أو الشعوب المسلمة يعني عموما، هو التفريق بين ساحة وأخرى، سواء كانت ساحة قطرية أو ساحة إقليمية. وإلا عندما نقف على العوام المشتركة في هذه الساحة سنجد هناك مسارين رئيسيين، سواء كانت تونسية أو ليبية أو يمنية أو غيرها. المسار الأول هو تداعي الأمم على هذه الساحة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يجب أن تداعى عليكم الأمم. ولو أردنا أن نقف ما هي الأمم التي تتداعى على الأمة، فإن المشروع الصليبي هو أول المتداعين والمسيطر الأساسي، ويأتي المشروع الصهيوني، ويأتي المشروع الصفوي، والمسار الثاني هو عملاء الذين وضعوا على يعني قصص في موقع سواء كان في باكستان أو في السعودية أو في ليبيا. من خلال هذين العاملين يمكن أن نقف على يعني حقيقة ما يجري الآن. النظام العربي استشعر الثورة العربية من أول يوم، ولذا يعني الناس تفاجأوا بعد مرحلة أن السعودية تدفع مليارات للانقلاب وإسقاط حكومة الثورة في مصر، وأن الإمارات تدعم حفتر السيسي لكي يضرب في ليبيا، والإمارات تدعم عبد الله الصالح والحوثي عن إفساد الوضع يعني في اليمن. هذا دلالته أننا أمام نظام واحد أصل بنيوية وهيكلية يعني واحدة. فإذا لم نولد في ظل هذا التطور، إذا لم نولد كشعوب معايير يعني موحدة تجعل الليبي وتطوراته مطابقة بدرجة كبيرة من مصر مع السعودي مع اليمني، وإلا فنحن يعني أمام ضياع وتيه. نعم. هل تقصد أننا يجب أن نربط حركة الثورة مثلا بين الشعوب الربيع العربي برابط مشترك حتى يقوى صف الدفاع عن هذه الثورات ضد الثورات المضادة؟ هل هذا ما أفهمه من حديثي؟ يعني لو نأخذ شأن القدس اليوم، يعني إحنا رأينا دور الشعب الفلسطيني وأغلق على الشعب الفلسطيني حتى آل أمره إلى الوطنية الفلسطينية، وفي ظل هذا الإغلاق الشديد مع ذلك
الثورة الفلسطينية لم تتوقف، فهناك ثورة البراق عام 1919، هناك ثورة الكبرى عام 1936، هناك يعني نقص قفزة واسعة نفس إلى ثورة الحجارة عام 87 وصولا إلى الحال الذي نحن عليه. فالآن هذا العجز الذي يضربنا لماذا أمام القدس؟ لأن القدس لا يمكن أن ينقذها أهل فلسطين واجتمعوا كلهم على صعيد واحد، لأن يعني تصميم نظام العالم احتلال الأرض، نحن بلاد محتلة، إحنا لا نزال بلاد مستعمرة. يعني الكذب الذي مورس علينا منذ 5 سنين بأننا تم صرف توعيش استقلال الناس في الإمارات أو في ليبيا، هذا تجل وكذب، كذب عريض جدا. اليوم القدس منسف الفلسطينيين وحده، هذا أحد المعاني الأولى فيه. ثم إن الثورة ما هي؟ أخذنا إلى خطيرة جدا، وهي المنطقة التي كنا لا نريد أن نصل إليها. ما لا يوجد شخص اليوم كان يريد في الأصل أن نعطي مثل هذه التضحيات. يعني اللي حصل بنا قدر رباني ساقنا إلى المنطقة التي لا نريدها، وتودون أن غير ذات الشرف. نعم. بالتالي ما مفروض غثائية الغثائية والبهانة اليوم. نعم. ابقى معي. نعم. الصوماليين وحدهم ولا السودانيين وحدهم. نعم. تضرب المسلم في كل مكان، سواء كان مسلم روهينجي. نعم. أو مسلم أفريقيا الوسطى أو مسلم ليبيا أو غيره. نعم. وهنا خرج الآن من هذه الغثائية ورأينا الناتج سقوط هذه الأصنام الكبرى. إذن نعم. ابقى معي دكتور، وصلت الفكرة دكتور حسن. نعم دكتور فتحي، الدكتور حسن يشير إلى أمر يقول بأننا يجب أن نوحد قضية واحدة تجتمع عليها الشعوب، وبالتالي تستطيع هذه الشعوب مقاومة المشروع الآخر، وهو المشروع الذي وصفه بالمشروع الصهيوني وإن تعددت أسماؤه واختلفت، ثم المشروع الذي أسماه هو بالصفوي إن اتفقنا أو اختلفنا معه في هذه النقطة. هو أستاذي كريم، دعني أعرج على نقطة قبل أن أنسى. نعم تفضل. نحن تحدثنا عن الطغاة كرؤساء، لكن هناك طغاة آخرين، كل منا الطاغية في مجاله، كلنا الرعاة. المعلم نفس الكلام اللي ينطبق على معمر وعبد الله الصالح ومش عارف ايش، ينطبق على المدرس، ينطبق على الشرطي، على المحقق. نعم. يا مش نحن نتكلم بس على الطغاة، يعني الظلم جاء من الصغير او من الكبير، هذه نهايتك. الشرطي، المحقق، الجندي، الحارس، السجن، الوزير، رئيس الوزراء، عضو البرلمان، عضو النواب، جميعكم اذا ظلمتم نفس المصير. الآن أخذ هذه إشارة حتى لا ننسى يعني. أما الإشارة التي أشار إليها الأستاذ، للأسف الشديد سيدي الكريم، أنا عشت في جيل ربما حتى ضيفك الكريم عمرا نفس جيلي. مشكلتنا فينا يا سيدي مش في الصهيونية، ولا ضعفنا، قوتهم جاية من ضعفنا، من تفككنا، من عقلياتنا، من العقليات اللي تحكم فينا، من خوفهم من المد القومي، من خوفهم من المد الأسف، من المد الديمقراطي، من خوفهم من حرية الرأي والتعبير، من خوفهم من حرية الإنسان، من فترته، من تحركه. نحن يا سيدي ضحايا أنفسنا، نحن قعدنا 60 سنة نقول الصهيونية الصهيونية الصهيونية، نحن المشكلة. شفت شن صار في قنفودة يا رجل، في إنسان يطلع إنسان من قبره ويمشي به يتدهور به وشنقة ويدير عليها اللقاء، عمرك شفت صهيوني دار هكي؟ ما عداوتي للصهيونية السافر يعني عداوة لا أول لها ولا آخر. نحن لابد أن نرتب بيتنا، نرتب عقليتنا، نعيد صياغة فكرنا، ثقافتنا، قبل أن نتحدث على العدو الخارجي. نحن نقتل بأنفسنا بأنفسنا. من هم السعودية؟ مش سعوديين الحكام السعودية. من هم عمر؟ مش ليبي أبا عن جدا ولا لا؟ واللي يقول يهودي هذا غير صحيح على الإطلاق ولا لا؟ من هو زين بن علي؟ مش تونسي. من هو السيسي؟ مش مصري، مش من مصر، ولد وترعرع وتربى في مصر، يمزط في المصريين، في النهضة، في رابعة، في سيناء، في وين ما يجي يقتل في الليبيين، يقتل في الدراونة، يقتل في كذا. نحن مشكلتنا من داخلنا يا سيدي الكريم، نحن ضحايا أنفسنا. نابد من إعادة صياغتنا، صياغة عقولنا، ثقافتنا، فلتكون أجيال جديدة تستمر هذه المرحلة من الله أعطاها لنا، مرحلة الصراع ومسرة اللخبطة هذه، لعل تكون مخرجاتها أجيال جديدة نظيفة عقليا، حتى نستطيع كما ذكر ضيف الكريم أن نتوحد على فكرة. كيف نتوحد على فكرة ونحن نمشي في القبور ونحرق في الجثث ونساء عجائز نقتل فيهن؟ نحن نقتل في شايب 60 و50 سنة ونصور معه سيلفي. نحن يا سيدي الكريم يقتل في بعضنا البعض، نحن نحاصر في مدن بعضنا البعض. ما اللي حصرها مدينة درنا؟ الصهاينة محاصرين درنا، ناس من نفس القبيلة، من نفس القبائل اللي محاصرينها، مش ليبيين هذوم، مش اسمهم جيش ليبي، مش حاصر في نساء وفي أطفال.
نحن يا سيدي الكريم نحن سقطنا سقوط لم أراه لا في أسوأ مراحل التاريخ العربي الجاهل الأول، لم تصل ما وصلنا إليه الآن. ولذلك علينا أن نهوض قضية قيم، قضية قيم، حتى مش قضية وعي أصلاً، لأن الطبقة الواعية كثرت أفقياً متسعة لكنها لا تحمل قيم. ولذلك علينا أن نعيد صياغة أنفسنا. يا راجل لما حاصروا قطر قانون في الإمارات، الإمارات لابس عسكري، الإمارات مش إماراتي، مش رجل عربي، مش رجل مسلم ولا لا، لابس عسكري خوذة حديد، لا رجل لابس، لكن العقلية خاربة. قال حتى تتعاطف، من يتعاطف؟ كيف بتحسبها التعاطف؟ تخش الجهاز وتدير درجة التعاطف، لو نشوفك في الفيس متعاطف مع القطريين إذا أنت تجرم بكذا وخمسين ألف جنيه وتسجن كذا. عقليتنا خاربة، نحن متعين داعش والغبراء أشرف مننا ألف ألف مرة، تقاتلوا وأنت نحن خربين من الداخل يا سيدي الكريم. ولذلك حتى نتحد فعلا حول قضية لابد أن نغير عقولنا جميعا، لابد. والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا أعظم رسالة توحدنا، رسالة رائعة جدا فيها من القيم والحضارية الراقية المبدعة، فسدناها فسدناها، هذا ماشي لهك وهذا ماشي هك وهذاك ماشي هك، وتقاتل وتطاحن في بعضهم ولا لا، وأفسد. لأننا نشرك في نفس هذه النقطة، نقطة أن نعيد برمجة الأمة على الأخلاق والمبادئ الأصيلة، مع الدكتور دكتور حسن الدقدي. دكتور، يعني لا يكفي كما يقول الدكتور فتح الفاضلي أن نجعل فكرة واحدة نوحد عليها الشعوب، وهي لتكن القدس نوحد عليها الشعوب بحيث تقوى الشعوب في مقاومة المؤامرات أو نقول الثورات المضادة أو المشاريع الصهيونية والصفوية وغيرها. تعليقك عن ذلك؟ مع احترامي لطرح الأستاذ الفاضل، وهو بلا شك يركز على المنظومة القيمية وخطورتها والتربية وإعادة تنشئة الأمة، لأن الأمة في ظل الملك الجبري هذا أو الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك، دعاة على أبواب جهنم، واستخدامهم للمنظومة منظومة الدولة، يعني الإعلام والأمن والجيش والقانون والتعليم إلى غير ذلك، كل هذه المنظومة منظومة الدولة استخدمت استخداما خطيرا في إنتاج الأمة أخلاقيا وتربويا. بالتالي اليوم ما يراه الكريم، ما يراه الناس، هو ناتج هذه الدول ومخرجات. لكن من ناحية أخرى، الذي أحثه النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة حق الأمة هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مسار ومسار، فإنه قاد الأمة في مراحل ربها على القيدة، ثم قادها في مراحل الأصقاع إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم، ثم معركة بدر، ثم فتح مكة، ثم طلق الصحابة معه إلى تبوك، ثم أسقطوا يعني إمبراطوريتين. فهنا يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والسنة هي خطوط توازية متكاملة متشابكة تعمل مع بعضها البعض للوصول إلى هذه يعني النتيجة. لكن لعلي أشير إلى مسألة هنا، أنه ضوء التفريق بين هؤلاء الطغاة المنتجين وبين يعني الأمة. الأمة الآن لما نراها، نرى السوريين وهذا العقد المبارك سبع سنين هم يحتطمون المشروع الصفوي من جهة، والمشروع الصليبي من الصهيون من جهة أخرى، ويقدمون الآن يقدم البعض يقول 700,000 سنين، والبعض يقول يوصل إلى مليون، أو الليبيين وأدائهم المبارك. هذا على الأمة هي الأمة الضغط الشديد الذي موت على العلم والطرية يعني نتج من هذه الحالة يعني الشاذة. أختم هذه الكلمة بمسألة مهمة جدا، هو أن المنظومة أيضا الإقليمية والعالمية تعمل بأسلوب خطير جدا، فهي تولي لنا شياطين ونماذج حتى الآن لا ننتبه إلى دورها الخطير، وإلا فلما نأتي الآن إلى نموذج حفتر. نعم، يبدو أن هناك إشكال. دكتور فتحي، لو وجدنا الآن علي عبد الله صالح الآن يقتل، شفيق تقريبا يعني طرد أو ألزم بالخروج من مصر، وأيضا يعني حفتر الآن الخروج من مصر، حفتر الآن يعني موقفه أصبح موقفا ضعيفا بالمقارنة ببداية انطلاقه وقوته، سواء كانت الإقليمية أو على الدول الداعمة له أيضا. ألا تعتقد أن هذا انحسار حقيقي، أما أنه تصحيح فقط لمسار الثورة المضادة لا أكثر لا أقل؟
هو انحصار، هو يعني إحدى مراحل أو نتائج هذا الصراع بين شعوب عانت عقود من الفساد والدكتاتورية والطغاة، وأعوذ بالله الحكام الجاثمين على قلوبنا ولا لا وعلى صدورنا، فانتفضت يا سيدي في هذا العصر الحديث. أعطوها فرصتها يا أخي، لا ما زالوا متشبثين بالكراسي. هذا ما يحدث اليوم نتيجة لهذا التصادم. فقط الذين يريدون التغيير للأجيال القادمة على الأقل، مش جيلي مش كذا، لابد أبناء الآن. ذكرتني أستاذ عبد الرحمن، الأجيال القديمة جيلك أنت يلوم في جيلي، كيف تخلوا معمر إلى هذه الفترة؟ تصور لا لقوا مدارس لا مستشفيات لا طرق لا توبيسات، ما لقوا مؤسسات لا شيء، ومن حقهم ولهم الحق أن يلومون فعلا. وحاولنا وحاولت القوات المسلحة، حاولت المدني، القطاع المدني حاول، المعارضة في الخارج حاولت، يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة، لكن حاولنا وكفاح طويل جدا ولا لا. ومع ذلك جيلكم ولكم الحق في ذلك، تلوموا فينا، نظنا ما لقينا شيء قلتونا، يعني لا أعمال لا مستشفيات لا مستشفيات كذا. الآن لا نريد الجيل القادم بإذن الحي يلومنا نحن، يلوم الجيل الثائر الآن ولا لا، الذي انتفض وفقدنا دماء وفقدنا يعني كل ما مرت به هذه الشعوب من معاناة ولا لا. نريد أن ننتصر، أن نثق في أنفسنا أن النصر قادم بإذن الله، أن النصر قادم، لأننا لا نطمعين في أشياء شخصية، طمعين في معيشة كريمة للجيل القادم، دولة مدنية راقية كيف عباد الله برا. يكفينا يا أخي هالهنود الحمر. بما أنك ذكرت هذه النقطة، هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون مناسبة للوضع الراهن في ليبيا؟ سيدي الكريم، الانتخابات إذا كان لها بعض الشروط ولا لا أنا معها، أتحول هالإخوة الكرام يعني فشلوا، معلش ما يزعلوش مني أنا، في حتى ناس منهم شخصيا نعرف ما فيها شيء، أنت فاشل. ليش فاشل المواطن أنا وأنت وغيره والمجتمعين الكرام؟ إيش ما هي معايير الفشل والنجاح ولا لا؟ فيه أمن، فيه سيولة، فيه غاز، مدارس، بس مستشفيات، أدوية ولا لا؟ هكذا نقيس فيك أنا، فيه مؤسسات ولا لا؟ في إنسان يعني ما تفلسف ليش متاع تخشش لي في دوة وحوارات، هذوم يا رجل كملونا 5 و6 سنين حوارات ودوة، المادة الثامنة تقول لك المادة 15 لا نعاود مش عارف إيش، شراكة من ديروا ثلاثة، شراكة جزء من البرلمان وجزء من الانضرمان، هو ينظر شنو يدير، دوة 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 دوة، والمواطن عايش. أنتم فشلتم يعني بمعيار المواطن البسيط اللي كيفي وكيفك سيد الرحمن، أنتم فشلتم في هذه المهمة. ولذلك إذا كان الانتخابات تحولكم وجيب وجوه جديدة من الطبقة المتوسطة بتاع 40-45 سنة ولا لا، شباب وطني متحمس ولا لا، عانى معنا هؤلاء الناس ولا لا، والله مرحبا بها، على شرط أن تكون نزيهة طبعا وموضوعية ولا لا. وبعدين اللي بيرشح نفسه يعطي فرصة 3-4-5 شهور، يطلع في الفضائيات في الراديو، يكتب، يزور القرى، يزور المعاهد، يزور الجامعات، يعرف بنفسه، يعرف بماضيه، يعرف بوطنيته، يعرف برؤيه في المستقبل. لو أنه وصلناك شن بتدير ذمت المالية ولا لا، الناس تعرف، أنا هذا نعرفه، ولد فلان ولد علان ولا لا، في المنطقة في الحي. إذا كانت الانتخابات حقيقية حقيقية حقيقية، مش بتاعت كول سوتو وردي الأسماء جاهزة مسبقا، جاهز الأسماء، هذا الدفنقي فارب يخششونه في نفق آخر، كان نفس الوجوه هذه ولا لا. لكن يا أخي الكريم مرة أخرى بهذا الأمر، وأيضا القضية الأمنية وتنجح ما فيش تزوير، تعرف يعني الشروط والمعايير. شكرا. إذا الانتخابات فكرة رائعة، لكن إذا كانت مجرد تسكيتة ولا قرصة وذل للبرلمان ومجلس دورة تخويفة يرعشوا فيهم بانتخابات باش يرضوا بحلول ولا لا، فأنتم ستدخلوا الوطن يعني في قضية مهمة جدا بقول لك سريعة لا أكثر. لم يبقى معي أن العسكر لا يقود، العسكر يقمع، العسكر مبدع في القمع وليس مبدع في القيادة، وهذا فرق كبير بين الدولة المدنية والدولة العسكرية. شكرا جزيلا لك دكتور فتحي الفاضلي على هذه المساحة التي بقيت فيها معنا، وشكرا أيضا للدكتور حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي الذي كان معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة من حوار المساء التي تحدثنا فيها عن انحسار الثورات المضادة التي تسعى لقمع الربيع العربي. إلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.